صايم رمضان ونهار كامل هو على الفيسبوك يقطع ويريش ولا رحم حتى حد، لا هذه مشات لا هذه جات، وبعد يقول لك انا صايم. الانسان هذا يتسمى صايم ولا لا؟ بالطبيعه مو صايم، فتر الصايم يا خويا لازم ملتزم ومحترم ويحترم العباد. فتر رمضان هو صايم، معناتها الصيام ماهوش ما تاكلش وما تشربش اكاهو. الصيام زادة لازم فما حاجات لازمك ما تعملهمش، كما الكذب، كما التقطيع والترييش هكا. برشا حاجات ما تعرفهمش، كيما الكذب، كيما التقطيع والترييش. تقلقي لي فتر؟ تقلقي لي فتر. فلان عليها وفلان بلاها وفلان عليها وفلان. انا راه من برشا ناس في حومتي. لا ولدي ما نحكي لكش بصفة غريبة. لا اللي يعمل العمل هذية هو مش من عاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا التوانسة، نعمل الحكاية هذية. تبقينا اللي فيه ثم نوعية اللي تعمل الحكاية هذية. لا ما هو صايم. عليه ما هو صايم. كيفاش يلزم صايم ما تقطع حد، فهمني؟ وما تجبد حتى حد وما تحكي على حتى حد، كل حد بينه وبين مولاه، فهمني؟ هذا تزبد وتقطع في العباد كاني مكسي. فتر تسمى فتر. هاي عليه خاطر ديننا ما يسمحش باش نسبوا وكذا، خاف التقطيع والترييش وكذا. يلزم يكون مستقيم. انت صايم ولا؟ بالطبيعه حسب رايك انت شو؟ احنا فهم برشا عباد تقول لك ما عاملين كان اضراب جوع، صايمين كان على الماء والماكله اكا او ابار. اللي تعدى نغز ضرورها، اللي يقلق نقلق له معاه، اللي يسب نسبه معاه، هذاك هو السيما نتاعنا. هيك هو عاد ما الوضعيه اللي فيها البلاد وكل شيء يا خويا تفرض علينا باش نعيشوا هكا، فهمني؟ ندخل البلاد في انت صايم ولا يا خويا؟ بالله تو قاوي مسكره والقاوي تسكر العشره بالله، هذه حط عليها زوز نقاط، فهمني؟ وعباد متيقر هذاك هو صاحبي يزمو فهمتني يزمو صار انت من اصحاب القهاوي. انا من المضامين خويا في شهر رمضان. مش من المضامين هاكم تعكعكم ليل ونهار، تخدم نهار ولي؟ لا والله ما صار، والله ما نخدموا في النهار صح، اللي يخدم في النهار هذاك حاجه اخرى، ما احنا نخدموا كان في الليل صعيب. سمعتين العشره نسكروا الارواحنا وجونا امريكا كاو وقتاش تسكر؟ والله العشره نتاع الليل والله فهمتني. العشرة زعما مش العشرة بتاع الليل يهبط الجراج وتبدا الخدمة؟ يهبط الريدو العشرة بتاع الليل الداخل اخويا تولي حاجة أخرى، بعد العشرة بتاع الليل داخل حاجة أخرى. أما المفيد الريدو البراني يهبط العشرة بتاع الليل. خلينا نرجع لموضوعنا. قلنا الإنسان اللي يكون على الفيسبوك ويقطع ويريش في فلان وفلتان وماهوش مسيب خلق ربي جملة، شو يسمى الإنسان هذا صايم ولا؟ يا خويا بصراحة فتر يا عامل اضراب جوع متشمت في روحه ما عادش مفيد فتر. نورمال مو خويا فيسبوك تحل بعد شغال فتر. أغلبية الشعب التونسي تحسوا صايم ولا عامل اضراب جوع؟ فما اللي عامل اضراب جوع وفما اللي صايم. فما عامل اضراب جوع فما ريتهم بعيد عاملين اضراب جوع. تلقاه كيفاش صايم كان على الماء والماكلة كهو والباقي يقطع ويريش صايم كان على الماء والماكلة. هذيك هو أكيد التقطيع والترييش هذيك لازم ما يقعدش النهار ما يقولش كلمة ولا ما يقطعش ولا ما يريش لابد بشي. أي هي عادة خايبة؟ عادة خايبة مش باهية. لا سامحني، الصيام على كل شيء، على الماكلة، على الكلام البذيء، على النظرة الخايبة، على كله معناتها. توا بربي ميمتي هكا الدور توا في الشارع، الصيام هذا اللي تحكي عليه انت موجود قاعد تشوفيه توا في الشارع ولا؟ والله عباد صايمه على الكلمه البذيئه ولا؟ والله انا ديما نحب نعيش بالتفاؤل، وديما نغزل للبشر بنظره باهيه، وفما اللي ربي يهديهم بالحق يتكلموا كلام بذيء ويتعاركوا على ابسط الاشياء. انت وقفت قبلي انا وقفت قبلك، بربي عايش خويا سامحني، يقول لك لا مانيش مسامحك وبرا مشي اعمل اش تعمل، ونعرف نسمعوا الكلام البذيء اما والله فما الباهي. وبعد تكلموا يقول لك حشيشة رمضان وانا محشش. انا نكرهها كلمة حشيشة رمضان، راهي انا ما نحبهاش. شو مدخلوا رمضان؟ علاش تتهم فيه رمضان؟
انت من الاول ماكش متربي وكا وسامحني سامحني. كلها تدخل في التربيه، اذا كانك متربي لا تقول لحشيشه رمضان لحشيشه شعبان. الصيام بالنسبه لنا احنا ماهوش مش حكمه راهو حتى نفهم. الصيام بالنسبه للتونسي فما يمكن 0.5% هذوكم صايمين، ان شاء الله ربي يبشرهم بالجنه ويكونوا في الفردوس الاعلى نهار اخر. بالنسبه للتوانسه الباقيين فما اللي يخرج لك تو انا تعثر فيا البارح في قهوة خارج من القهوه وخلي ما تشوفش شرمدن عليك شرمدن علي وخارج كان يعمل زوز قهاوي ونشوف سخفاك رواتسون شرمدن علي على الصباح وراجل كبير. لا التوانسه ما همش صايمين، الاغلبيه ما همش صايمين. والصيام هذايا ايش باش نقول لك خويا، على الدنيا السلام راهو عامين ثلاث سنين اخرين على الدنيا السلام ماذا ما صيام راهو باش يولي. مشات يا حسره يا حسره، مانيش نكلم فيه كان الميديا راهي عدوه في الفيسبوك تفرجنا فيه رينا الطاوله كيفاش منصوبه تبارك الله 73 سنه واحد تشوفه تو تلقاه 73 سنه قاعد ورا الكاميرا ما يحبش يظهر ويفطر وياكل ويشرب ياكل ويشرب هو ياكل مقروض ساعه عنده مع المقروض ساعه يعمل برتلو نص كيلو يعطيه الصحة تبارك الله عليه. هو مولود بالحلو خاطر مولود وقت الروسيات والواحد واللي عدي وقت كله راقد ويفيق مع الأذان بالضبط ويقول لك أنا صايم. لا رمضان فهمتي واحد كانوا ينجوا فيه أكثر ما يمكن في قبل فهمتي واحد تو ولا متاع نوم تو على العمل. أنا ريتريتي ما أنا ولكن نحاول باش نتحرك ونقضي وكذا العائلة. ما هو صايم يلزمك الصباح تخرج تحرك على روحك ولو ماكش تخدم تخرج تعمل دوره. مازال فما ريحه رمضان كما قبل ولا رمضان مازال كما قبل؟ لا لا ما عادش كما قبل، حسر على رمضان قبل. يا حسر على قبل، شنو اللي تبدل بين توا وقبل؟ برشا حاجات تبدل من ناحيه الماكله من ناحيه العباد من ناحيه الجو من ناحيه برشا اشياء برشا برشا. واللمة ما زالت ولا الخير لمة عاد ميدا والكريسي والقاعدة العربي وكل الجو العائلي وكل والحلو في العيد والجو. انا ناقل على روحي من صغيرة كانت الجو ناقل لي وقت عمري 11 سنة و 12 سنة ناقل عليها توا في مخي. كان الجو كان الجو كان الجو ما نحكيلكش. وقتها احنا دارنا في بن عروس نسكن في بن عروس نخرجوا في الليل نحوسوا ونهزوا الصينيات الحلو ونبدوا عاملين جو لباس العيد محلي كان قبل. يعني كانت النكهه موجوده وكنت كي تخرج في اي وقت تحس روحك في امان. تو ما زلت تحس بالامان ولا؟ لا لا ما عادش نحس بامان. لا لا لا, لا انا تو نحس كي نمشي في الشارع كي نمشي في الشارع نبدا ندور على اليمين وعلى اليسار. ما عادش امان بورتابل ويا ما عادش نهزو. انا واحد ولا خايف على روحه؟ خايف على روحه بالطبيعه. بسيط معناها ما يتطلبش شراءات برشا ماكله برشا. كل الدنيا رخيصه طبعا بالنسبه ذاك الوقت هذاك. وكل لمه كانت اللمه محلاها وكان الجار يطل على جار وما يشخ فتره لما يطمن على جار وشخ فتره ولا بالضبط بالضبط. مازال منه سيدي؟ لا ما صعيب شوي مازال شوي مازال مازال مش في المدن. المدن فارم الموضوع هذا ما يزوروش بعضهم ما يزلوش على بعضهم. اما في الباديه يزوروا عائلات خالتها عمتها جدتها فهمت كذا يتلموا واللي ناقص تهز من عند جارتها وهكذا. رمضان قبل وين يا حسن؟ تو قبل كانت العباد تحن على بعضها وتطلع على بعضها ويشقوا تو ما عاد. علاش اللي يقول له رمضان قبل اول كلمه يقولها لي يقول لي يا حسره يا حسره على شنو؟ رمضان قبل كانت كانت العباد تتلم تو لا روحي روحي فهمني ما يهموش فيك تبت متعشي تبت جيعان ما يهموش فيك. اللمة كانت موجودة قبل كان قبل الجار ما يشق فتره إلا ما يطمن على جار وشق فتره ولا مازال شيء ذي ولا ما عاد؟ ثم شويات
ثم شويات اللمة متاع العائلة ثم شويات مش كما قبل. النكهة متاع رمضان كما هي ولا ما عادش؟ نكهة رمضان ما تنزم تقول ما عادش كما قبل، ما عادش كما فهمني. نكهة رمضان قبل وحدها كي تخزر اللمة وتخزر العباد الكبار وتخزر كانت حكايات، الناس الكبار كانوا حكايات كنا نخدم عندهم في التاريخ فهمني. تلقى عباد تحكي تحاجي وثم كان بابا اللي يخرف اللي تلموا عليه الناس الكل ويبدا يخرف لنا. صحيح تتلم العباد كانت قبل ما ثماش تلفزه، كان ثم راديون كاو يجو يسمع عبد العزيز العروي ولا شو اسمه الاخر تاني نسيت ما علينا فيها بابا ما علينا فيها فهمني شناب شناب.